ما باقي فيها حد دوام الحق بغيت نقلب الكلام قلبت ولقيتو بحرب في اللي بخير وفي الخاو في اللي ناقص الزهر نهضر علي اشقاد بلي الخير هرب هنا مرزاق مقسمة مسمى لجات علينا احنا الحق يتقال على اللي كان شكو نهار راس هرس فالهمني كان يضحك هجرو جالي عندهم ارض ومهنا هجروها. الدولة تنفق على الملك بسخاء كي نفهم إلى أي حد أصبحت الدولة المغربية بقرة حلوبا للملكية. علينا أن نعود 35 سنة إلى الوراء في سنوات الثمانينات عند اعتلائه العرش سنة 1961. كان الحسن الثاني لا يملك سوى 4 قصور قابلة فعلا للإقامة: قصر الدار البيضاء الذي رمم وتم توسعته، وقصر الرباط، وقصر إفران في الأطلس المتوسط، إضافة إلى الإقامة الملكية دار السلام بنواحي الرباط. ونظرا لاهتمامه براحته وترفه الشخصي، بدأ الحسن الثاني في بناء قصر في الشمال في مرتفعات طنجة تحديدا، لكن لم يزره إلا نادرا جدا. ثم قصر آخر في جنوب المملكة بمدينة أكادير، القصر الذي أقام به 24 ساعة فقط خلال 38 سنة من الحكم، والكلفة الإجمالية هي 160 مليون دولار. في عهده اشتغل 3000 عامل تقليدي على تجديد قصر مراكش وتوسيع قصر فاس الهائل أصلا، ثم على إعادة تنظيم وتزيين قصري مكناس وتطوان. قصر ثاني سيتم بناؤه أيضا في أكادير هو الآخر، سيكون تردده عليه نادرا جدا. ثم قصر آخر في مدينة أرفود في الصخيرات على جانب البحر، قام الحسن الثاني بتشييد قصر صيفي تحيط به حدائق وارفة، وعلى بعد 40 كيلومتر من الرباط قام بإنشاء ضيعة ملكية ضخمة مخصصة للخيل، حيث يمتلك عددا من الخيول العربية الأصيلة الرائعة قام بشرائها من جميع أنحاء العالم، أو تسلمها هدية من الملك السعودي أو من الشيخ زايد الذي كان يترأس دولة الإمارات العربية المتحدة. الحسن الثاني كان قد أوكل كل هذه الأشغال إلى المهندس المعماري الفرنسي أندري باكار الذي اغتنى على يده قبل أن تسوء علاقتهما، لكن تلك الأهواء المعمارية كانت لها تكلفة ضخمة لم تكن للحسن الثاني أي رغبة في تحملها، مما جعله في بداية سنوات الثمانينات وهنا بيت القصيد يقرر إنشاء وزارة جديدة ستظل مستقلة تماما عن الحكومة، سماها وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وأسندها إلى أحد خدامه الأوفياء هو الجنرال مولاي حفيظ العلوي، حيث ستظل القصور في ملكية الملك لكن إدارتها ستسند إلى هذه الوزارة الوهمية، أما تمويلها فهو من خزينة الدولة. ولتوفير المزيد من الامتيازات للقصر قام الجنرال مولاي حفيظ العلوي بابتكار استراتيجية جديدة تقضي بجعل خدم وموظفي القصر موزعين على مختلف الوزارات من حيث الراتب، كما تم نقل العديد من أطر وزارة المالية والضباط السامين للعمل في القصر بمبادرة من عبد الفتاح فرج الكاتب الخاص للملك. سيتجرأ الحكم الملكي على زيادة امتيازاته، وهو الذي تنفق عليه الدولة بلا حدود. هو رجل مهذب غير مزعج ومطلع على كل أسرار المالية للملك، يقال إنه كان كثير الولع بالخمور، وكان يسكن بالرباط في فيلا رائعة تتوفر على مسبح هوليودي والذي لم يستعمله إطلاقا، لكنه وضع بجانبه ثلاجتين ضخمتين مليئتين بقارورات الشامبانيا الفاخرة. فكرة عبد الفتاح فرج كانت بسيطة، بما أن أموال دافع الضرائب المغربي تنفق على الملك فلما لا اغتنام الفرصة من أجل تحقيق المزيد من الامتيازات للملك على حساب الدولة. لكن ما لم يكن يدركه هو أنه بفعله هذا كان كمن يلعب بالنار. هذه الاستراتيجية المستعملة على مستوى القصور الملكية حينها هي نفسها التي سينهجها محمد السادس 20 سنة بعد ذلك، لكن على مستوى المغرب بأكمله، لأن ولي العهد كان له الوقت الكافي لمراقبة ومتابعة مزايا النظام بكل سهولة وبساطة.
عبد الفتاح فرج كان يدير الهولدينج الملكي المسمى سايجر، فأصبحت فروع هذه المجموعة الاقتصادية هي الممول الحصري للقصور والإقامات الملكية، كانت ولا تزال شركة بريماريوس المزود الوحيد فيما يخص الأثاث والتزيين، إضافة إلى أن كل المواد الغذائية المستهلكة في القصر تأتي من شركات الملك ومزارعه التي تقدر رسميا ب 12 ألف هكتار من أجود أراضي المغرب، ويحتمل أن المساحة في الواقع تفوق الرقم الرسمي بعشر مرات. على كل حال فهي تشمل أجود مزارع المملكة التي توجه منتجاتها أساسا للتصدير على حساب غيرها من المنتجات المغربية. كل هذه الطلبات التي يرغب فيها القصر يشتريها بأسعار مرتفعة، وتدفع الدولة ثمنها من خلال وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. يعني هنا بغيت نوقف واحد التوقف لموضوع سبق وأشرت إليه العديد من المرات، وهو لفيت بحال دابا القصر يمتلك واحد الضيعات ويمتلك شركات بحال هاد سايجر اللي كتعتبر هي الممول ديال القصر، هي ديالو اصلا. بحال دابا الضيعات ديال الملك يعني الماكله ديال القصر ديال اللي كتوزع على القصوره كاملين كتجي من عند الضيعات ديال الملك، ولكن ماشي هو حيت هذيك ديالو كيعطيها القصر، لا، المواد والمنتوجات الغذائيه كتخلصها له الدوله، يعني هو كيبيعها للدوله بالثمن اللي بغى باش هو كيعاود ياخذها مره اخرى. يعني هو اصلا واخد المزارع واخد المنتجعات واخد سميتو وكيستغل الخيرات ديالها، ولكن ما كيستغلهاش فابور. حتى داك الاستغلال اللي كيستغلها خصكم تخلصوني على داك الاستغلال. وكذا ومثال بالنسبه للاثاث، عنده شركات ديالو، فهو كينتج داك الاثاث وداك الديكورات ديال اللي كتدخل القصور وكتخلصها له الدوله، وهذاك الاثاث كيعاود يدخل القصر عاوتاني مره اخرى. يعني باش تعرفوا ان ابسط التفاصيل حتى من الماكله هي الاخرى كيطمع في انه يستعمل الريع باش يدخل الفلوس ديال الدوله، بالرغم من انه عنده الميزانيه ديال القصر والمخصصات الملكيه وبزاف ديال الحوايج التي يستفيد منها سنويا. المهم نتمم. تظل الزراعة في عام 2011 إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد في البلاد، وهي خاضعة لتقلبات الطقس، ولذلك فتأثيرها السياسي بالغ الأهمية، حيث قال الحسن الثاني: يوما إذا كان علي أن أختار بين نشرة أحوال الطقس وتقرير صادر عن الشرطة فإنني أفضل الأولى، لأنها قد تكون متبوعة بتوترات. في الواقع كان يولي نفس الاهتمام للاثنين على حد سواء. على سبيل المثال، لقد قرر يوما ما مغادرة القصر قصر إفران في سفوح الأطلس والعودة إلى الرباط بالسيارة. كان موكبه الطويل يمتد على هذه المسالك الجبلية كأنه عرض مستفز لأصناف النعيم والترف. بعد بضع عشرات من الكيلومترات قرر الحسن الثاني أن ينزل من سيارة الرولز رويس ويركب سيارة الكادياك، فتوقف كل الموكب بسياراته الأربعين أمام مجموعة من الفلاحين الفقراء المدهوشين، فانزعج كاتب الملك وقال: صاحب الجلالة أحب السفر بدون إثارة الانتباه، لست أعرف من الذي أخبر السكان بمرورنا، هذه بلاد الكذب بلا حدود. يعرف كل أفراد الحاشية أن الملك لا يطيق أن يجد نفسه وحيدا ولا يكون محاطا ببعض الرعية حوله، ولذلك يصدر الأمر لعمال الأقاليم وعناصر السلطة لتحشد المواطنين على عجل وتصففهم في تجمعات سكنية ينتظرون الساعات الطوال حتى يمر أمامهم الموكب بسرعة البرق. جميع المساهمين في هذه المسرحية تجرعوا يوما شيئا من الغضب الملكي وتقلبات مزاجه التي قد تعصف بمستقبلهم، لأن الملك يميز بنظرة سريعة حجم الحشود، ومنها يستنتج حجم الجهود المبذولة من رجال السلطة، فالمساعد الذي أعطى الأمر
يخشى غضب الملك، والموظفون المحليون المكلفون بالتنفيذ يدركون أن مسارهم المهني قد يتوقف فجأة. وهذا ما يبرر يعني ديك الهستيريا اللي كتكون عند المقدم والقائد والشيخ، فاش كيكونوا كيجمعوا الناس وكيهددوا الناس، كيكونوا خايفين على المناصب ديالهم إلى ما كانش عدد الحاضرين من المواطنين عدد كبير، لأن الملك كيغضب منين كيخرج وما كيلقاش واحد الحشود كبيرة. فبالنسبة له القائد والمقدم والباشا ما دايرينش خدمتهم وما مخرجينش الناس. لذلك ف يعني جميعنا يعرف وعشنا هذه اللحظات أن خروج الناس لاستقبال الملك في جوالته وفي زيارته كان إجباريا ولم يكن اختياريا يوما ما. أتوقف عند هذا الحد كي لا أطيل عليكم، وميعادنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع واحد الفقرة أو صفحة جديدة من كتاب عن الملك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم. يا اللي شاد بالجام في دو كل شيء ما تشد ما تخيل لا يمشي لك كل شيء لا قلت لك غالب شيء ماشي الخاطري شديت بزاف شوف لي الشاب شوف كيفاش القاري قرص دارو كيفاش دراري من الكبر وفوالي ديهم دارو كيفاش بلايس عمرو كيفاش بلايس دارو كيفاش انا تنشوف هاتشي ملاقي بلاستيك بينا اللي باغينا واللي باغي يمشي بينا واللي باغي يبقى